ما هو رأي نقابة الصيادلة بالدواء اللي اخترعه دكتور نبيل حبيب؟ وما هي شروط تركيب واستيراد وتصنيع الدواء؟ يعني أنا اليوم ما في أقول عن هذا المستحضر هو دواء، هو إذا بدك مسحوق وبدك سلعة، بس أنا ما في أقول عنه دواء، لأنه لأقول عن شيء دواء في أسس علمية متعرف عليها دولياً ومن قبل منظمة الصحة العالمية لحتى نرجع نقول أنه هذا دواء. الدواء صرفه بحاجة ليكون في مؤسسة صيدلانية، بده يكون هذا الدواء مسجل ضمن الأصول بوزارة الصحة، وبده يكون معمول الدراسات العلمية الواجبة حتى هذا ينعطى للمريض. اليوم أكيد أنا ما في أقول عنه هذا دواء، والمفروض يكون في نحن ما عنده مؤسسة صيدلانية ومنه صيدلي لحتى اليوم نقابل الصيادلة تاخذ إجراء ضد هذا الشخص. في أكيد تعدي على مهنة الصيدلة مفروض يتخذ فيها إجراءات من ضمن الدولة ومن ضمن وزارة الصحة. في المقابل، ماذا تقول وزارة الصحة العامة عن علاج دكتور نبيل حبيب؟ كل الدراسات المفروض تكون بالملف هل بتتقدم لحتى الوزارة توافق على أي دواء تسجله منا موجودة. كان في بعض الخبريات عن مرضى استفادوا، بس الملف ما بيفرجي إثباتات علمية أنه استفادوا. في عدة دراسات بتنعمل على الدواء، كان بالمختبر أو على الحيوان أو على الإنسان. في واحدة من الدراسات على الإنسان بيجيبوا مجموعة من المرضى بيقسمون قسمين، قسم بيعطوه الدواء وقسم بيعطوه بلاسيبو اللي هي بودرة أو سكر. وبالتالي أنا ما بستغرب أنه حدا ياخد دواء ويقول أنه تحسنت، لأنه هيدا الإفيه بلاسيبو، يعني معروف أنه ممكن يتحسن، مش معناتها الدواء بفيد. ما في دراسات بتثبت قد ايه هو فعال، وانا ما في اقول انا جربته على 10 اشخاص او على 20 شخص او على 30 شخص وشوف يو منه وصار فعال. طب هدول الناس شو كانوا اخذين قبل؟ ما بركي كانوا اخذين بالاول دواء وهو اللي عمل هالفعاليه، مش مستحضر تاعه. وين تصنع؟ هل يا ترى اليوم في تصنع ضمن المعايير الصناعه الجيده؟ في معه الجي ام بي؟ هل يا ترى في دراسات على الثبات تاع هذا الدواء؟ وين معمول هالدراسات؟ ما حدا شافها. الشخص اللي ما عنده منه طبيب، ما عنده إذن ممارسة مهنة، منه مسجل بالنقابة، ممنوع يمارس الطب، هيدا أول شيء. تاني شيء، اللي بده يصنع الدواء بده يكون مؤسسة صيدلانية مرخص لإله بتصنيع الدواء، هو ما مش مستوفي، يعني لأنه طبيب ولأنه صيدلي ولا عنده مؤسسة مرخصة. وبالتالي نحن منوصف هالشيء عم بيعطي دواء غير مسجل للناس بدون ما يمرق بتجارب كتير كبيرة. تعرف أول مرحلة بتعطيه للإنسان لتتأكد، مش إنه بفيد، تتأكد إنه ما بيضر. هالشي اللي عم بيصير هو صراحة نحن منعتبره تجارب على الإنسان يمنعها القانون. بيجي بيقولك ما عنده عوارض جانبية، ما في ولا مستحضر بالعالم كلياته، ما في ولا دواء بالعالم كلياته ما عنده عوارض جانبية. أنا بقول للناس إنه يكون عندهم الوعي الكافي، لأنه هو الحقيقة هاللي عم بيخليه يشتغل، إذا بدنا نسميه شغل لهالشخص، هو شغلتين. أول شيء الجهل، تاني شيء أنا بحمل مسؤولية للأطباء هاللي ما عم بيقعدوا، عم بحكي أغلبهم ما عم بيقعدوا الوقت الكافي مع المريض لحتى يشرحوا له. هو عنده كاريزما وعنده طريقته بالحكي وإلى آخره، لأنه المريض الحقيقة بيستفيد إلى حد كبير ما يحكيه الطبيب. هيدا في الحقيقة عندنا نقصهم بالجسم الطبي. We'll be right back.